السلام عليكم يا متابعيني الحلوين. هاليوم جهزت لكم وصفة يعني ما تنوصف من كثر ما طيبة والتمن يعني ريش فتشي عجبة. وهو برياني الخضروات أو برياني النباتي. شوفوها شلونها، فتعالوا وياي حتى تشوفون المواد المطلوبة وطريقة تحضير هذه الوصفة الرهيبة. المواد اللي احتاجها التحضير التمن او البرياني النباتي لهذا اليوم عندي هنا، هذا 4.5 أكواب من التمن، او انتو تقدرون تستخدمون التمن حسب افراد العائلة، يعني اقل او اكثر هذا شيء يرجع لكم. احتاج بصل عدد يعني متوسط الحجم، عدد بين 3 إلى 4. احتاج كوب واحد من البازاليا، هذه طلعتها من الفريزر وذوبتها. احتاج بتيتا من 2 إلى 3 مقطعة، مقشرة ومقطعة مكعبات. احتاج 2 جزر مقطع حلقات، فلفل احمر والاصفر مقطع مكعبات بهذا الشكل، واحتاج فصة يعني من 4 إلى 5 فص من الثوم، واحتاج الملح. البهارات اللي احتاجها، نصف ملعقة كوب من الكركم، نصف اقل من نصف ملعقة كوب من الفلفل الاحمر، ملعقة كوب من الكزبرة، ملعقة كوب من الهيل المطحون، ملعقة كوب من الكمون الحب. اول شيء راح اخلي هذا البصل على النار واقليه. بعد ما خليت الزيت على النار تقريبا هذا نصف كوب من الزيت خليته، راح اضيف له البصل كله مرة واحدة واقلبه للبصل حتى يتخلى، اظل اقلب به الى ان ما يتحمر وارجع لكم. بعد ما قليته للبصل شوفوا شلون صار، راح ارفع نص هذا البصل اتركه على جهة، هذا الشكل، واضيف الجزر حلقات الجزر واقلبهم على النار مع البصل. اضيف البتاتا ايضا بعد ما صفيتها من الماء واقلبهم هي البتاتا والجزر. بعدها اعصر هذا الثوم، يعني هو المفضل ان يكون الثوم معجون او مطحون، واقلبهم. بهذه الأثناء غليت مي وراح أبدي أسلق التمن. بعد ما غليت المي للتمن راح أضيف له القليل من الملح وأبدي بإضافة التمن بعد ما غسلته لهذا المي المغلي، وأسلق للتمن يعني مو كلش أخليه يستوي، وإنما يعني حباية بعد تكون شوية قوية وأصفيه من المي. بعدها اضيف هذا الفلفل كله واضيف البازاليا واقلبهم سويا، اضيف لهم القليل من الملح لا كثير لانه خليت ملح بالتمن او الرز، واضيف هذه البهارات كلها مرة واحدة واقلبهم سوا. بعد ما انتهيت من تحضير هذه الخلطة شوفوا شلون صارت، جنن يعني ريحتها شيء رهيب. والتمن ايضا صفيته يعني سلكته وصفيته، راح اخلي التمن اضيفه عليها. بعدها عندي هنا هذا البصل اللي تركته على جهة، راح اخليه على هذا الشكل، اوزعه هذا الشكل، وارجع اخلي باقي التمن واعدله. بعدها عندي هنا القليل من الزعفران او الصبغ لوزينة، يعني كسرته ويا المي جهزته، وراح اخليه على التمن على جهة، واغطي القدر وارجعه على نار هادئة الى ان ما يتهدى هذا التمن وارجع لكم. هذا التمن بعد ما اتهدى شوفوا شلون طلع، فشي يعني رهيب.
شوفوا شلونه ما شاء الله. شوفوا فهي هذه كانت وصفتي لهذا اليوم، أتمنى تعجبكم الوصفة وتجربوها، وألف عافية مقدما، وأترككم بأمان الله إلى أن نلتقي بفيديو آخر. شكرا جزيلا للمشاهدة.